الحقيقة العصب السابع وأعصاب الوجه ممكن تتأثر في عمليات شد الوجه العميق، علشان كده لازم الجراح يبقى فاهم بيختار الحالة مظبوط ازاي، ويكون عنده خبرة كبيرة ويكون عنده مهارة. لكن الجراح اللي يقول انا عمري ما حصل لي القصة دي، يبقى اكيد ما اشتغلش الحالات دي كتير. ف صحيح هي نسبة قليلة، وصحيح ان هي قلت بالتقنيات اللي اتغيرت والتريكس اللي بقت موجودة في العملية، واكيد خبرة الجراح ومهارته بتقلل الاحتمالية دي، ولكن ما نقدرش ندخل العملية ونقول 100% لا يمكن يحصل اي حاجة. وما تصدقوش اي حد ممكن يقول ان 100% ما يحصلش اي حاجة، لان هما نفس الناس اللي بتتكلم في هذه العملية في المؤتمرات بيقولوا عندنا نسبة تأثر في العصب. فنخلي بالنا علشان ما نفتكرش ان الحياة وردي، ونفتكرش ان هي عملية امنة 100%. لا طبعا، اكيد ممكن يكون ليها اعراض جانبية، مش بنختارها لكل الناس، لحالات معينة بنعمل سيلكشن، بنعمل اختيار. وانتوا كمان مطلوب ان انتوا تختاروا الجراح بتاعكوا اللي يكون فاهم ويكون عارف امتى يستخدم التقنية دي، مش يروج ليها ويتكلم على ان هي تنفع لكل الناس وان هي بديل لكل الطرق الاخرى لشد الوجه.